كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سؤال من أخونا علي يقول في قوله تبارك وتعالى: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يقول أين هذه القرية وما هي؟ لا، هذه هي مكة. مكة؟ نعم. هو هنا في مكة هي الآية الوحيدة التي لم ينسب الظلم إليها، وإنما نسب الظلم إلى إله تعظيما وتوقيرا لها. الله أكبر. فقط، يعني ربنا قال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، ظالمة هكذا. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، ينسب الظلم إليها إلا مكة، ينسب الظلم إلى أهلها وليس لها، إكراما لها، إكراما لها وتوقيرا لها وتشريفا لها. مكة لها فضل كبير عظيم من هذه القرية الظالم أهلها. ليست الظالمة، لا لا، في كل القرآن ظالمة للقرى إلا مكة. سبحان الله. إلا مكة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.